بسم الله الرحمن الرحيم. شركة التأثير لخدمات اللابتوب والأجهزة المحمولة. النهاردة يا جماعة جايين لكم بجهاز جديد أو منتج جديد، هو عبارة عن لابتوب NEC ياباني الصنع أو أسامبل إن يابان، مجمع في اليابان. واللابتوب اللي معانا ده بيتميز بميزات خطيرة جدا. يعني أول حاجة فيه الجهاز وزنه خفيف جدا، وده يعني للناس اللي بتحب الأجهزة الخفيفة، اللي ما بتحبش تشيل جهاز تقيل. هو جهاز وزنه يعني ما يتعداش 1/3 كيلو تقريبا. دي ميزة كويسة جدا. وأنا بقول للناس اللي ناوي تشتري جهاز ميني لابتوب يستنوا شوية أو يشوفوا العرض بتاعنا الأول قبل ما ياخدوا القرار، لأن الجهاز بتاعنا يعتبر يؤدي غرض الميني لابتوب، بس في ميزات أعلى كتير من الميني لابتوب. الميني لابتوب بيبقى من 9 على 10 بوصة الشاشة، ده شاشتنا هنا 12 بوصة، فالشاشة واضحة جدا اهي زي ما انتم شايفين. وزن الميني لابتوب بيبقى خفيف، انا شايف ان ده رغم ان انتم شايفين حجمه اكبر شوية، بس وزنه اخف كتير جدا من الميني لابتوب. الجهاز عبارة عن بالظبط ما يقرب من 1/4 كيلو، بالاضافة لان الجهاز تفاصيله كسرعة أسرع كتير جدا من اللابتوب. من اللابتوب بيبقى بالبروسيسور اتوم كاش 512، احنا معانا نوعين من الام اي سي الياباني، معانا السيلرون ام بتاعه 1.2 كاش 1 ميجا مش كاش 512، فالجهاز تحس ان هو سريع جدا واداءه كويس جدا، بالاضافه الى ان الهارد بتاعه هارد عادي جدا، هارد 80 جيجا، تقدر تشيله وتحط فيه هارد 500 هارد 1 تيرا زي ما انت عايز. والرامات دي دي ار 2 1 جيجا، تقدر تحولها ل 5 جيجا و6 جيجا زي ما انت عايز. والجهاز زي ما احنا شايفين حالاته استيراد ياباني، فالجهاز حالته تعتبر فابريكا. الكيبورد طبعا الكيبورد الياباني، نقدر نحط عليها حروف العرب زي ما احنا عايزين، هي الكيبورد الكبيره اهي فيها حروف كتير. ادي تفاصيل الجهاز اهي قدامنا. معانا ده نوع البرديو. الجهاز في منه موديلين، في موديل نازل كور ديو كاش 2 ميجا، وفي السيلرون كاش 1 ميجا، والجهاز فيه كارت فيجا انتل 945 اللي هو بيعنا مع الرامات، بيوصل اظن لغايه 512، وفي كارت لام، وفي فينجر برينت. في فينجر برينت، الموديل ده في فينجر برينت اهو، الفينجر بنت اللي بتدي سكيورتي الجهاز ببصمة الصباع. والجهاز فيه هارد 80 زي ما قلنا ساتا، نقدر نعليه الهارد 500 والهارد 1 تيرا زي ما احنا حابين. وادي الجهاز اهو، حالات الاجهزة كلها فابريكا جريد ايه كلها، ما فيش اي مشاكل فيها خالص. وادي خارج الجهاز، وده الجديد برضو اللي بيتميز بيه عن الميني لابتوب. الجهاز اهو فيه ميموري ريدر، كلها حاجات حديثة جدا اهو، كارت في مخرج الصوت الخارجي ومخرج المايك الخارجي، في 2 USB من الجنب الشمال، وكارت اللان ومخرج الفيجا ومخرج الباور. والجهاز من الامام زي ما احنا شايفين، اما من الجنب اليمين اهو في مخرج USB ده كارت الفاكس وفتحة البي سي مساج ايه. وادي الجهاز من تحت، حالات الاجهزة كلها زي ما احنا شايفين، ما فيهاش مسمار فك. الجهاز كله تجميع ياباني صرف، ما فيهوش اي دخل بالصين فيه في الصناعه. الاجهزه كلها الحالات فابريكا جدا اهي زي ما احنا شايفين. اداء الجهاز سريع جدا، نازل عليه ويندوز 7 بيشتغل بطلاقه، ما فيهوش اي مشاكل اهو. ميزة تانية في الجهاز، الجهاز بطاريته بتقعد ما بين 3 أو 4 ساعات متواصل شغل فيديو صوت وصورة متواصل بس. ولكم الاختيار ولكم المقارنة، واللي يحب يشرفنا عندنا المحل في 5 شارع وسامع المعميرة، محطة حسن محمد من شارع فيصل، والمكتب 20 شارع النادي الرياضي، محطة نصر الدين أول فيصل.
مع تحيات شركة التيسير لخدمات اللابتوب والأجهزة اللوحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين